معنا يمان سيد مراسل أورينت نيوز من حلب مباشرة تحديدا من الباب. أهلا بك يمان. طبعا في نشرة سابقة قلت بأن ما يحصل بالنسبة لريف دمشق من ممارسات بحق المدنيين، حملات اعتقال، انتهاكات، أيضا تهديم الأبنية والمساجد والمنازل، يعني بالنهاية القانون رقم 10 هو سياسة ممنهجة من قبل النظام وإيران لأهداف بدأت تطبقها الآن، لا تضعنا في أكثر تفاصيل. نعم هاجر، قبل الحديث عن هذا الموضوع طبعا قبل قليل وصلتنا أخبار عاجلة من مخيمات طبعا هي أو ما يسمى بمراكز إيواء تابعة لنظام الأسد. أثناء الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية قام الاحتلال الروسي بفتح ما يسمى بالمعابر الآمنة. طبعا هذه المعابر الآمنة خرج منها أعداد لا بأس بها من أهالي الغوطة الشرقية وتم وضعهم بمراكز الإيواء في منطقة الدريج وأيضا في منطقة عدرا. طبعا هذه مراكز الإيواء حتى هذه اللحظة لم يتم إخراج أي من سكان وأهالي الغوطة الشرقية، لم يتم إعادتهم إلى منطقة الغوطة الشرقية، وأيضا لم يتم السماح لهم بدخول مناطق العاصمة دمشق. اليوم كان هنالك حملة اعتقال جديدة بحق الشبان داخل هذا المعسكر. طبعا كان في السابق أيضا وجبات الطعام التي تقدم لهم كانت مجانية، ولكن اليوم طبعا منذ قرابة العشرة أيام بحسب المعلومات التي وصلتنا ميليشيا أسد تفرض عليهم دفع مقابل الطعام الذي يتم تقديمه لهم. طبعا اليوم بحسب الأخبار التي وردتنا أكثر من 300 شاب خلال 48 ساعة تم سحبهم من ما يسمى طبعا بمركز إيواء الدريج إلى خدمة العلم، ومنهم تم سحبهم إلى طبعا إلى الأفرع الأمنية. هذه الأخبار بحسب التي وصلتنا اليوم. يذكر أن هذا المخيم أو هذا المركز خلال الأيام القليلة الماضية أيضا تم سحب أعداد كبيرة من الشبان. اليوم النسبة الأكبر هي من النساء والأطفال، لم يسمح لهم بالخروج، هم في سجن كبير داخل هذا المركز، لا يسمح لهم بالدخول، لا يسمح لهم بالخروج. أيضا أوقات الزيارة طبعا تكون لمدة 15 دقيقة إن كان هنالك زيارة لهم، أي وكأنهم يعاملون معاملة السجناء. بالعودة إلى باقي مناطق الغوطة الشرقية، أيضا اليوم طبعا في الغوطة الشرقية حملات الاعتقال مستمرة. قبل أيام طبعا صدر قرار من ما يسمى بالمركز الأمني المشترك في مدينة عين ترمى يجنب أو يؤجل عملية سحب المتخلفين أو الذين يترتب عليهم احتياط في جيش نظام أسد. أيضا اليوم كان هنالك قرار مناقض لما تم ذكره، وهو تأجيل المتخلفين عن خدمة العلم وسحب الذي يترتب عليهم خدمة احتياط بشكل مباشر. هنالك طبعا تلاعب كبير من أسد، هنالك أسماء محددة يتم سحبها مباشرة. طبعا هذين القرارين اللذين صدرا يترتب على كل منهم إن كان الاحتياط أو حتى المتخلف عن خدمة العلم مراجعة دوائر ميليشيا أسد الطائفية داخل الغوطة الشرقية، وفي حال طبعا كان من بين الأسماء الذي يريد نظام أسد أن يقوم طبعا يقومون مباشرة باعتقاله. أيضا هنالك تهديم للمنازل، وأيضا لو بقينا أيضا في موضوع الاعتقال، هنالك أيضا موظفين طبعا في مناطق الغوطة الشرقية وأيضا في عدة مناطق أخرى متاخمة للغوطة الشرقية كمنطقة الأضمير وأيضا منطقة التل نتيجة عدم رضوخهم لنظام أسد أو خلال يعني رفضهم لقرارات ميليشيا أسد بالانضمام إلى ميليشيا أسد الطائفية، تم فصلهم مباشرة من وظائفهم إن كانت وظائفهم طبعا كمدرسين أو حتى يعملون ضمن دوائر الدولة بهذه الأعمال، طبعا تم مباشرة فصلهم. بالعودة أيضا إلى موضوع الهدم، الموضوع ليس بجديد، هنالك طبعا هدم في مناطق جوبر القابون ومدينة حرستا، وكنا تحدثنا عنها بشكل مفصل خلال النشرة السابقة. شكرا لك يا ماني سيد مراسل أورينت نيوز مباشرة من الباب بحلب.